إنه كان لآياتنا عنيدا، إخبار من الله تبارك وتعالى بعناد هذا الذي يسمى بالوليد بن المغيرة التي تنزلت في هذه الآيات، كان معاندا وغير مستجيب لآيات الحق، آيات القرآن وغيرها من آيات الله تبارك وتعالى. إنه كان لآياتنا عنيدا، لكن المهم أن الآية إنما ترشدنا إلى أن طمعه ثم يطمع أن يزيد. فربنا سبحانه وتعالى قال كلا لا يمكن أن يتحقق هذا الطمع. لماذا؟ لأنه كان لآيات الله تبارك وتعالى عنيد. معنى هذا أننا لابد أن نعي أن العطاء، عطاء الحق سبحانه وتعالى موقوف على الطاعة. حينما تطيع الحق سبحانه وتعالى في أوامره، فيما أنزل في قرآنه، وتتوجه بهذا الحال، بهذه الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، فإن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائك. لكن تكون معاند لآيات الله ومتكبر على آيات الله وغير موقن بآيات الله تبارك وتعالى ثم تطمع في الزيادة والعطاء من الله تبارك وتعالى، إنه كان لآياتنا عنيدا. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد قوله إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. سأرهقه يعني أتعبه. الإرهاق معناه شدة التعب. الله تبارك وتعالى يتوعد بقوله سبحانه سأرهقه بعد هذا العناد، لابد أن يكون الجزاء من جنس العمل. سأرهقه، سأتعبه، سأرهقه صعودا. صعودا أي مكانا عاليا يصعد فيه في نار جهنم، وسأشق عليه بتكليفه بالصعود في نار جهنم مرتفع عال يتحمل فيه غاية المشقة. سأرهقه صعودا. سبحان الله العظيم. نعم سأرهقه، ولكني والله أيها الإخوة المشاهدون، الأخوات المشاهدات، أتساءل مع نفسي فأقول إن ربنا سبحانه وتعالى يقول سأرهقه ولم يقل أرهقه صعودا، فلماذا جاءت السين؟ لماذا جاءت السين هنا في قوله سأرهقه؟ كأني في هذه اللفظة القرآنية المفردة، هذا الحرف يعطينا دلالة على أن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه فرصة حتى يمكن أن يعاود نفسه في التفكير في آيات الله. كأن السين بتمحض الفعل الاستقبال، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه دلالة وفرصة على إعادة النظر في عناده وفي سأرهقه. مش أرهقه، إذن السين كأنها بتعطينا دلالة على أن ربنا سبحانه وتعالى قد منحه هذا. سأرهقه صعودا. إنه فكر، إنه فكر، فكر في شأن ماذا؟ فكر في شأن القرآن، في شأن آيات الله المنزلة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إنه فكر وقدر، قدر ما فكر فيه. ما هذه الآيات التي يتلوها محمد؟ ما هذا الذي جاء به محمد؟ من محمد هذا؟ إنه فكر وقدر. حينما فكر وبدأ يفكر في هذه الآيات، انتهى إلى أن هذه الآيات ما هي إلا سحر، وأن الرسول محمد ساحر، بل هذه الآيات التي يأتي بها إن هي إلا قول البشر كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل. قتل أي أنه يستحق القتل واللعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى بسبب هذا العناد وبسبب هذا التفكير. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. ثم نظر، نظر بعد هذا التفكير، نظر في هذه الآيات التي يستمع إليها، ثم نظر. يقول ربنا سبحانه وتعالى ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم
عبس. العبوس معناه أن إنسان فعلا يقبض وجهه وتظهر عليه علامات العبوس وعدم الانبساط، انبساط الوجه، ثم عبس وبسر واشتد في عبوسه هذا، ثم عبس وبسر ثم أدبر، أدبر عن قبول الحق واستكبر عنادا ولم يأبه بهذه الآيات ولم يأبه لآيات الله تبارك وتعالى. كل هذه الآيات دلالات فعلا على عظم خطر ما ارتكب الوليد بن المغيرة في شأن آيات الله، وإنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا الذي جاء به محمد إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر.